الله الله يا إخوة في دعوة التوحيد، والله لن تشرفوا إلا بها، ولن تقوى الأمة إلا بها، ولن تبرأ ذمامكم إلا بها. كل واحد يدعو إلى التوحيد بما يستطيع بحسب علمه، يبين للناس. ومن كان من أهل الخير وحصل علما، درس في الجامعة الإسلامية وهو على منهج رشيد، درس عند أهل العلم، إذا رجع إلى بلاده ولو أسبوعا ليعلم الناس ولا يلتفت لأحد. هذا ديننا، هذه عقيدتنا، هذا منهجنا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا لم نشجع على القيام بها ونشرها ودعوتها فلا خير فينا. فأسأل الله عز وجل أن يهديني وإخواني أجمعين إلى القيام بهذا الواجب، وأن يكرمنا به، وأن يجعل ذلك سببا في علو منازلنا في جنة رب العالمين.